أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. هذا الدرس سيكون عبارة عن وصف للوحدة الأولى في كتاب التربية الإسلامية، وهي بعنوان بالوالدين إحسانا. سأقوم بوصف هذه الوحدة وموضوعاتها ومشروعها وأهم الأهداف المرجو تحقيقها منها. أبدأ بالحديث عن موضوعات الوحدة. الوحدة تشمل 6 دروس. هذه الدروس تبدأ بآيات من سورة لقمان. نقوم بتلاوة هذه الآيات والاستماع إليها بصوت القارئ، ثم نشرح موضوعاتها ونبين القيم المستفادة منها، ولا بد أن تحفظ جزءاً محدداً من هذه الآيات وتقوم بتسميعه لمعلمتك، ثم تقيم نفسك من خلال الإجابة عن أسئلة الدرس. ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع التقوى، حيث ستتعلم المقصود بالتقوى من خلال أمثلة تدعم هذا المفهوم وثمار التقوى وما هي الأمور التي تساعدك على تحقيق هذا الخلق، كما سنذكر صوراً مشرقة لبعض الصحابة الذين يقومون أو قاموا بذلك، وتقيم نفسك من خلال الإجابة عن الأسئلة. أما الموضوع الثالث فهو دور الأم في بناء الأسرة، فالأم أو المرأة بشكل عام كان لها تأثير كبير في المجتمع من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام إلى عصرنا الحالي. سنتحدث عن حال المرأة ونفرق بين حالها قديما وحديثا، وسنتحدث عن دور الأم في الأسرة والمهام التي تقوم بها، وأيضا ستقوم بتقييم نفسك من خلال الإجابة عن الأسئلة. أما الموضوع الرابع سننتقل للحديث عن الفرق بين مفهوم السور المكية والمدنية، وهذا الدرس قد أخذته سابقا في الصف الخامس، وسنعقد مقارنة بينهما من حيث المفهوم وطول السور وقصرها وصفاتها وموضوعاتها، ونقوم أيضا بالإجابة عن الأسئلة. ثم سنقوم بالتعريف بسيدنا موسى عليه السلام والحديث عن قصته مع قومه والقيام ببعض الأنشطة الخاصة في هذا الموضوع، ونختمها بأحكام التلاوة والتجويد، وحيث سيكون حكم مخرج الحرف، ونطبق ذلك من خلال تلاوة آيات محددة من سورة الشورى. أما أهم الأهداف الواجب تحقيقها من هذه الوحدة، بداية في كل درس مفاهيم ومصطلحات جديدة عليك أن تفسرها، ثم أن تعدد وصايا سيدنا لقمان عليه السلام في السورة، وأن تذكر ثمرات التقوى، وأن تقارن بين السور المكية والمدنية. أما المفردات التي سنتناولها في هذه الوحدة، بداية دور الأم في بناء الأسرة، وصايا لقمان، التقوى، السور المكية والسور المدنية. في كل وحدة لابد من سؤال محوري عليك أن تجيب عنه من خلال البحث والاطلاع. بما أن عنوان الوحدة هو وبالوالدين إحسانا، أي تتحدث عن الوالدين والأسرة في مضمونها، فقد وضعت لك سؤالا، وهو ما العلاقة بين بيئة الأسرة وبيئة العمل، وعليك أن توضح هذه الإجابة. وفي كل وحدة عزيزي الطالب سيوجد ما يسمى بالتقييم القبلي، حيث سيوضع لك تقييم تستطيع أن تؤديه أكثر من مرة، وهو عبارة عن ما هي خبراتك العامة في هذه المواضيع. مثلا سنتعلم عن دور الأسرة وعن الأم وعن السور المكية والمدنية، سنضع أسئلة عامة تشمل هذه الموضوعات لنعلم ما إذا كنت تعلم في هذه الأمور أو لا، ثم بعد الدراسة تستطيع أن تقيم نفسك مرة أخرى لتجد الفرق بينك
في المرة الأولى وفي المرة الثانية. اعتدنا عزيزي الطالب أن نربط موضوعات الوحدة التي نقوم بدراستها بالمواد الأخرى، وقد وضعت لكم هذه المواد العلوم من خلال الحديث عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل، أما اللغة العربية وهذا من خلال الأبيات الشعرية التي تناولتها عن موضوع التقوى والأم، وهناك أبيات شعرية كثيرة تحدثت عن التقوى للإمام الشافعي والأم أيضا، وأذكر منها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أما الجغرافيا فهو من خلال الحديث عن موقع الوادي المقدس في جمهورية مصر العربية عندما سنتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع قومه. وبعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة سنتناول مشروعاً يتصل بالموضوعات جميعها، حيث عليك أن تختار كتاب قصة قصيرة عن بر الوالدين مضمناً مشروعك صوراً مناسبة لقصتك، يعني أريد منكم صوراً إضافة إلى كتابة، وقد أخذتم كيفية كتابة القصة القصيرة وعناصر القصة القصيرة في اللغة العربية، لذلك عليكم مراعاة ذلك جيداً أثناء الكتابة، فمثلاً عليكم مراعاة الشخصيات والزمان والمكان، العقدة والحل، عليكم أيضاً إضافة الإثارة فيها والحوار أيضاً، وأن يكون الحوار هادفاً مقنعاً يشمل أدلة في بعض الأحيان، وعليك أيضاً أن تضمن هذا أو هذه القصة بآيات قرآنية وأحاديث شريفة، وأن تشملها أيضاً بصور تناسب قصتك، فلو القصة تتحدث عن عقوق الوالدين هناك صور تناسب هذا الموضوع وصور أخرى تناسب بر الوالدين. إذن أريد هذه القصة على شكل كتيب، وكأني سأقرأ هذه القصة وأفتح كتيبا، وقد تكون قصة قصيرة عبارة عن 5 أو 6 صفحات، يعني هي أقرب لشكل المجلة ولكن هي عبارة عن قصة كالقصص القصيرة التي تقوم بقراءتها في مكتبة مدرستي. أما كيف تربط موضوعات الوحدة مع الواقع؟ طبعاً هذا من خلال تقدير دور الوالدين في الحياة واحترامهم وطاعتهم والإحسان لهم ورعايتهم. أما المهارات والاستراتيجيات التي سنقوم بتطبيقها خلال هذه الوحدة، سنقوم بتطبيق مهارة التفكير الناقد، وهذا من خلال طرح أسئلة متنوعة للأفكار العامة التي تشملها الدروس لاستنتاج مفهوم معين أو فكرة. كما سنقوم باستخدام المهارات الاجتماعية، وهذا من خلال التعاون والعمل في مجموعات صفية للإجابة عن أسئلة تتضمن أفكار الدروس المشروحة، والتواصل وقد تتواصل أيضا مع معلمتك لتفهم مشروع الوحدة والتقييمات المختلفة التي قد تطلب منك. أما كيفية ربط موضوعات الوحدة مع رؤية ورسالة المدرسة، حيث ستمتلك عزيزي الطالب سمة من سمات متعلم البكالوريا، وهي سمة الاهتمام من خلال الإحسان للوالدين وطاعتهم، الجلوس معهم والتلطف معهم والحديث معهم بلين. أيضا التفكير العالمي من خلال التمتع بقيم عالمية وهي بر الوالدين، وتلبية الفروق الفردية حيث تدعم هذه الوحدة الفروق الفردية باستراتيجيات التعلم المنوعة وأسئلة وطرق التقييم والمناقشات الصفية. كما قلت أعزائي الطلاب أننا سنقوم بمجموعات أو ورش عمل من خلال تأدية المشروع المطلوب منك، ومن خلال تقسيمكم إلى مجموعات أثناء شرح الدروس وإعطاء مهام مختلفة لكل مجموعة، وسيكون هناك أيضا ما يسمى بالتأمل الذاتي، وهي مجموعة من الأسئلة تطرح عليكم في صفحة الوحدة تقومون بالإجابة عنها بعد الانتهاء من دراسة الوحدة
مثل ما رأيك بمشروع الوحدة؟ ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟ وماذا أضافت لك من خبرات؟ أما المصادر فنحن نضع أيضا مصادر خاصة بالتربية الإسلامية قد تفيدكم أثناء البحث وأداء المهام الموكلة إليكم. كان هذا وصف مختصر لأبرز ما سنقوم به خلال العمل في هذه الوحدة. أراكم في الدرس الأول من دروسها. إلى اللقاء.